هذه علامات حسن الختام، نسأل الله أن يحسن ختامنا. أولا نطقه بالشهادة لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثانيا أن يعرق جبينه لقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن يموت بعرق الجبين. ومنها الشهادة في سبيل الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والموت من الطاعون لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، قال: الطاعون شهادة. وثبت أن الميت بداء البطن، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما عد الشهداء: قال المفطون، يعني من مات بسبب بطنه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. وكذلك عد النبي عليه الصلاة والسلام من الشهداء الغريق، والمرأة التي تموت بولدها بسبب الطلق، وذكر الميت في الحريق وبذات الجنب، وذات الجنب دمامل تخرج في جنب ابن آدم من الداخل فتنفجر فيهلك، والسل وهو داء يصيب الإنسان فيضمر بدنه حتى تتساقط منه عظامه. وكذلك الدفاع عن المال، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فضل المرابط، وأنه ينمى له عمله ويؤمل من الفتان وهو فتان القبر، والموت على عمل صالح. قال عليه الصلاة والسلام: من ختم له بصيام دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة دخل الجنة.